سبت شغلك بقى في شركة النصر؟ لا مكمل. طبعا 8 الصبح في مكتبي. امال امتى خدت القرار انك انت بقى 77 77 يعني حوالي 10 سنين موظف، حياة شاقة مش جدا. قرار جريء منك استاذ اسامة انك انت في سن تقريبا 30 سنة سبت عملك الوظيفي وكل اللي انت بنيته وبتبدأ في كارير جديد يا تنجح يا ما تنجحش فيه؟ فيها جرأة؟ طبعا كان قرار خطير جدا. مين اعترض على القرار ده؟ لا الزوج اعترض؟ لا، اولا الحقيقة بقى يعني الواحد لازم يقول الحق، مراتي كانت سبورتنج جدا، لقيت كانت واقفة جدا جنبي في الحتة دي، يعني تولت هي تربية الولاد تماما، وهي خريجة اداب انجليزي لكن ما اشتغلتش وتفرغت لتربية الولاد، فده كان مديني احساس بالامان، لان انا بصحى بكون 8 في مكتبي، قاعد للساعة 2 جري ارجع مصر الجديدة، انام لي ساعتين وانزل اروح المسرح والحياة يعني. اتجوزت المدام عن حب؟ جدا، ما هي جارتي. جارتك. امال ايه صحة المعلومة انك انت كنت الخطيب الاول لحرم الرئيس السابق مبارك؟ طبعا المعلومة دي لا اساس لها من الصحة اطلاقا. احنا في شارع واحد، يعني السيدة الفاضلة سوزان مبارك جارتي واخوها اللي هو منير ثابت صديق العمر ساكنين في شارع واحد، لكن هم هي اكبر منا، فلما بنت تبقى 16 17 سنه وواد 14 سنه عمرها ما هتبص له يعني. ولا حصل في يوم من الايام ان اتقدمت لها؟ اتقدمت ايه؟ انا 14 سنه كانت اتجوزت. ما ينفعش يعني خالص، مش وارد يعني، شائعه تماما ان خطوبه اسامه عباس من سوزان ثابت اشاعه. لا مش اشاعه بس، ملهاش اساس خالص خالص.